رياض ازيك؟ ازاي؟ انت بتعمل ايه هنا؟ عادي بصور البلد والاطفال، في مشكلة؟ في مشاكل يا بنت عمي. شكلك كده مش فاهمة ان احنا هنا غير عندكوا خالص. احنا هنا جسم واحد يا بنت الناس. هتدوسي على طرف الجسم كله هيرفص. نهايته. انت اكيد فهمت ان انت مالكش مكان هنا. مالك يا رياض؟ انت ما كنتش كده خالص. انت اللي مش واخدة بالك من تصرفاتك. يا بخت منظر وخفف يا بنت عمي.